يسعد مساكم، تعالوا أوريكم صينية كفتة مميزة ولذيذة ومن مكونات راح تحبونها. مثل ما تشوفون عندي هنا بدنجان قطعته ودهنته بزيت زيتون ودخلته الفرن، ياخذ تحميرة من فوق ومن تحت. هنا رتبته بالصينية وراح أجهز معكم الكفتة، راح أكتب مقاديرها أسفل الفيديو. عجنت الكفتة وبعد كذا راح أسوي طبقة على البدنجان وزينتها هنا بالطماط ودخلتها الفرن مسبق التسخين من تحت ومن فوق، يعني أخذ 25 دقيقة. هنا جهزت خليط الطحينة، تقريبا كوب وربع طحينة ونفس الكمية موي وملح. راح أستمر في الخلط بالتدريج حتى أوصل قوام كريمي خفيف. هنا بعد ما أستوت الكفتة أضفت صوص الطحينة على الوجه وبعد كذا دخلتها الفرن حرارة من تحت تأخذ تقريبا 10 دقائق. هنا طلعت والريحة ما شاء الله شيء مميز. قدمتها هنا مع رز أبيض أو خبز، وبقطع تشوفونها ما تتصورون قد إيش هالصينية لذيذة. وسلامتكم.